أخبار اليوم. الجزء الإعلامي هو اللي المفروض يساعدنا في عملية الترويج للأماكن اللي موجودة عندي. أول حاجة أنا أكبر حديقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تاني حاجة أنا أرخص حديقة كسعر تذكرة على مستوى العالم. يعني تالت حاجة أنا عندي متحف حيواني هو في الترتيب في أول 10 متاحف حيوانية على مستوى العالم. أنا عندي الجبليات اللي موجودة، عندي الكوبري المعلق اللي هو أنشأ معرفة جوستاف إيفل اللي هو أنشأ برج إيفل، كل الحاجات دي. عندي مزارات، عندي الطراز اللي موجود فيه كتير من المبادئ بتاعت الحيوانات، هو طراز فيكتوري، طراز إنجليزي لا يوجد مثله إلا في حدائق حيوان إنجلترا. أنا عندي حاجات كتير قوي محتاجة إن إحنا نعملها الراجل إعلامي، ويمكن دي فرصة إحنا بنطلب من الزملاء الإعلاميين بما لهم من مصداقية وإيضاح للصورة الحقيقية وإيضاح للصورة المشرقة بالنسبة لمصر. أنا عندي حديقة الحيوان دي حديقة ملك كل المصريين، كل المصريين بيمتلكوها، إحنا قائمين على خدمتهم، إحنا موجودين هنا لتسهيل زيارتهم للحديقة. فبرجاء بنرجو الجهات الإعلامية بشكل عام إن هي تسلط الضوء أكتر على الأماكن الحلوة اللي موجودة. أنا بالنسبة لي أنا في النهاية بقدم مهمة لفترة محدودة، ربما بكرة أو بعد السنة الجاية أكون مش موجود، لكن إحنا عايزين نحافظ على المنشأة دي للأجيال القادمة إن شاء الله. بالنسبة لرعاية الحيوانات والوفيات، بالتأكيد من آن لآخر ممكن بنلاقي في حالات طارئة. الشمبانزي مثلا الأخير اللي هو حصلت حالة نفوق بالنسبة له، الشمبانزي من الرتب العالية بالنسبة للحيوانات، هو أقرب ما يكون للإنسان، بيصاب بأمراض السكر والضغط والقلب والكبد وفشل كلوي وفشل كبدي. فبالتالي الحالة الأخيرة دي كانت حالة سكتة قلبية مفاجأة بالنسبة للحيوان الشمبانزي اللي تم الوفاة. لكن احنا بالنسبة لنا بشكل عام كحديقة حيوان هدفنا الأساسي عدم ظهور الأمراض، عشان كده احنا بنعتمد في الأساس على الخطة الوقائية. الخطة الوقائية دي نمبر وان بالنسبة لي، مهمة جدا بالنسبة لي، عملية النظافة، عملية الجرعات الوقائية، عملية ان احنا نقدم للحيوان الأملاح والفيتامينات والوجبات المتناسبة مع كل حيوان، زيادة كفاءته، الحفاظ على صحته العامة. بالعكس بقى انا بعمل حاجة تانية، ان انا عندي القيمة المضافة لوجود الحيوان عندي، مش مجرد وجوده، لا انا بحاول اعمل قيمة مضافة من خلال ان انا اخد نتاج جديد منه، ده يديني استمرارية ويديني مستقبل اكتر لحديقة الحيوان. نشكر حضرتك جدا، وكل سنة حضرتك طيب، وبمناسبة اعياد الربيع وشم النسيم. كل سنة وحضراتكم طيبين، وبمناسبة اعياد سينا واعياد الميلاد بالقيامة بالنسبة للاخوة المسيحيين، وعيد العمال وعيد شم النسيم، ودايما مصر كلها في اعياد ان شاء الله. شكرا حضرتك جدا.